ايش قاعد بسوي يا حاج؟ ماشي مية. مية هاي؟ ليش فيش مية عندنا في غزة؟ فيش مية. وين المسؤولين؟ وين الأم؟ وين الدنيا؟ الشعب غلبان في غزة، ما فيش عنده لا مية حلوة ولا مية. الناس بيجي 10 أيام ما فيش. والمطارات كلها خربانة. إلك 10 أيام فيش مية عندك مية؟ فيش مية. الله. وما فيش لا أكل ولا شرب ولا إشي ولا حاجة عندنا. أشوفوا كيف الغلابة والقرف والوساعة. حياة بتبكي، حياة بتبكي. أولاد صغار بصيحوا، ما فيش مصاري، ما فيش مية، ما فيش أكل، ما فيش شرب. يا عم أنتوا غفلانين عن الشعب، الشعب مسكين غلبان، ما فيش عنده، قاعد بصيحوا أولاده على رغيف خبز، قول له على 5000 10000 كل واحد ربع رغيف، ما فيش لا أكل ولا شرب ولا مية ولا حاجة. الشيخ الله يهونها، الله يهونها، الله يعينهم، الله يحفظهم، الله يرحمهم، ارحم جميع شهدائنا وأبرارنا يا رب.